انه ما شفت ناس بطيبة اهل هالرعية ولا رح اشوف بحياتي ناس عندهم ايمان باي رعية مثل هالرعية. وبدي اقول هاي مش شهادتي انا، شهادة سيدنا امبارح اللي كان قدس الاب العام للرهبنة الانطونية الجديد مرمون ابو جودي اللي كانوا موجودين امبارح بالرتبة او بالقداس، قال لهم بعد ما شفت بولا رعية ناس حافظة الترانيم بتصلي بهالحرارة ملاية ما قاعد الكنيسة عم بتشاهد او تشهد، من انا عم شوف بعيوني اعجوبة اليوم اللي كانوا معنا امبارح بيعرفوا وحديثه مسجل بس لحتى تعرفوا شو انتو بنظر اللي عم بيجوا يشوفوكن وشو صدى هالرعية بكل الرعاية وبكل المناطق بكل لبنان. اخوتي انتو اللي بتعملوا الفارق، لا الخوري بيعملها ولا لجنة الوقف بتعملها ولا الحجارة بتعملها، اهل الرعية اللي بيعملوا الرعية. مشان هيك تركنا بيوتنا واجرناها ورحنا فتشنا على مطارح تاني بنحل هالكنيسة بالعيد. اهلا وسهلا فيكم بالعيد، بس العيد هو كل احد، العيد هو وقت اللي بتجوا على العيد، العيد اللي انتم بتملوه بحضوركم. واذا ما بده يكون هيك اخوتي رح يجي يوم ونصير مثل كاتدرائيات العالم تحفه فنيه رائعه، بس وين ولادها؟ اجوا الغرب واحتلوها، اجوا الناس اللي ما بعرف من وين وقعدوا فيها، صاروا يفوتوا بيتفرجوا عليها، قداس واحد ما عم بتقدس بهالكاتدرائيات، وانتم بتعرفوا ليش اخوتي؟ هيدي رعيتنا، اكثر ما نقول هيدا وطننا، وهيدي ترابنا، وهيدي ارضنا، وهيدا لبنان، هواه وما بعرف شو، على القليل نبلش هيدا بيتنا، هي رعيتنا. اللي بعضهم نعسانين، اللي بعضهم غايبين، اللي بفتشوا على مطارح تاني لانه اشرح، لانه مضل اكثر، لانه ما بعرف شو بقلكن، هيدا بيتكم، مش هيداك بيتكم. عندكم راعي وعندكم خراف، والراعي والخراف بيعرفوا بعضهم. خلونا نرجع اخوتي بحماس مع بدايه هالسنه، مع اليوم العيد، مع هيك رسولي، هيك شاهدي، هيك شهيدي، هيك مره تعطوا نطلع فيها ونقول ان شاء الله كل بنت بتخلق وكل مرة من نسائنا بتكون مثل هيدي المرة. نؤمن بإلهنا.